دايما بيعمل معجزات في موضوع الاورام والسرطانات. انا فاكر في مره كان حد من الاسكندريه كان مع بنت، وكانت البنت دي بنت صغيره، كان عندها حوالي 13 سنه، والكلام ده من حوالي 20 سنه. فكانش في طب او في علاج للاورام، وكان عندها السرطان في الدم. فطبعا كان باباها بيعالجها، لدرجه ان هو كان الدكتور المعالج كان راجل غير مسيحي، فكان قال له ان بنت اختي عندها نفس المرض، وطبعا المرض ده صعب جدا، بتاخد وقت وبتموت يعني. فهو كان يئس من قصة العلاج، وصلت المراحل الأخيرة إن هي خلاص بتموت. فهو كان بيحكي بيقول إن أنا خلاص كان آخر الليلة دي، كانت خلاص إن هي شبه إن هي خلاص هتموت خلاص. فإحنا دخلناها الأوضة بتاعتها، نايمناها على السرير، وقفلنا الباب، قلنا خلاص ساعة زمان كده هلاقيها جثة كده يعني، الحمد لله. فالبنت بتحكي بعد كده بتقول ان انا وانا بنازع في الروح يعني، خلاص بدات يعني انا يعني فعلا روحي بتطلع مني، جالها صوت في الاوضه وقال لها لو انا ظهرت لك انت هتخافي؟ فقالت له لا انا مش هخاف. فبتبص كده لقيت في السقف كده عباره عن قرص شمس منور، بتقول ان النور بتاعه انا مش شفتوش في حياتي يعني، مش عارف اوصفه بالجمال بتاعه والاضاءه بتاعته. وفجأة كده لقيت ريحة بخور في الأوضة، برضو نفس الوصف اللي هي وصفته للنور وصفته للحموض أو البخور، بتقول إن ريحته جميلة جدا، ما لقيتوش قبل كده لا في الكنيسة ولا في أي مكان تاني. بتقول فجأة كده بدأ القرص ده يكبر لما بقي شخص قدام مني، ولقيت راجل شيخ يعني كبير في السن، ولابس رداء أحمر وماسك عصاية حرف تي وصليب في إيده، وماسك طبق فيه 4 تفاحات. فقال لها خدي كل الطبق ده. فقالت له طب بابا وماما؟ فقال لها لا، بابا وماما كويسين، انت محتاجه تاكلي الفاكهه دي عشان هتبقي كويسه. ف يعني قامت من على السرير قعدت وقعدت تاكل في الفاكهه دي، التفاح. بتقول طعم التفاح طعمه جميل جدا، وفي قوه بتدخل جوه جسمي بتسحب المرض، لحد لما انا خلصت ال4 تفاحات لقيت نفسي كويسه جدا، وكل حاجه راحت، وكان نسبه الهمدان او نسبه الدوخه او الاغماء اللي كان يحصل لها بقت كويسه خالص طبيعيه. واخد منها الطبق، فهي بتبص في الطبق بعد ما خلصت الفاكهه، بتقول لقيت الصوره بتاعت الاب الراهب ده موجوده في الطبق نفسه. بعد كده فاخد منها الطبق، قال لها انت تعرفيني انا مين؟ قالت لا انا مش عارف، ما اعرفكش يعني. فقال لها انا ام بشنوده اللي ساكن في سهاق، وتوعديني كل سنه تيجي تزوريني في الدير بتاعي، واول سنه هتيجي تزوريني فيها انا هظهر لك على القبه وهتشوفيني. واختفى. فطبعا قامت فتحت الباب، خبطت على باباها وماما في الاوضه، شافوا المنظر، حصل لهم عمليه يعني ما كانش مصدقين المنظر، والشكل بتاع جسمها اتغير بقى طبيعي جدا. نزلوا جروا عملوا لها تحاليل، لقوا النتيجه نيجاتيف، ما فيهاش اي حاجه خالص. عرضوها للدكتور المعالج، الراجل استغرب بشكل كبير قوي وقال له يا ريت الراجل او الدكتور اللي عالج بنتك يعالج بنت اختنا كمان. بعد كده جم الصعيد هنا ووصلوا للدير، فبتقول انا جيت انزل لقيت زي حمامه بيضة كبير قوي نزلت من السماء، كانت ملفتة للنظر، لفتت نظري، فببص على القبه لقيت الانبشنا واقف بطوله وابتسم لي واختفى. فدي كانت من ضمن المعجزات بتاعت الانبشنا رئيس المتحدين، ان هو دايما يعني بيقف مع اولاده. حد تاني برضو حكى لنا عن معجزه جميله قوي، كان الراجل ده راجل بسيط، كان من المنيا، وكان معاه بنته ما مش بتشوف يعني، اتولدت مش بتشوف، ما فيهاش شبكيه خالص. فقال له بص يا عم بشنود، انا في المحطه بتاعت المنيا دلوقتي، واحنا جايين نزور الدير بتاعك، وعاش مان فيك انك تشفي بنتي. فبيقول من اول ما البنت حطت رجلها في القطر فتحت وجابها عندنا في الدير، عشان لسه الشبكيه مش شغالش، كانت البيت مش قادره تفتح عينيها بسبب الاضاءه بتاعت الشمس وكده يعني، وفتحت بقيت زي الفل، وكانت من ضمن المعجزات بتاعت القديس الانبشنوده اللي احنا شفناها ولمسناها بايدينا. برضو معجزه اخرى، موضوع تفتيح العينين دي، انا اتذكر ان القصه دي المعجزه دي كنت انا موجود فيها، شفتها من البدايه خالص. كان جماعه من اسيوط برضو، وكانت البنت دي كبيره في السن، كان عمرها حوالي يمكن 18 سنه، وحصلت مشكله في البيت، فغالبا حد من اخواتها ضربها في الشارع او في البيت، فاتضايقت جدا ونامت زعلانه. فحصل عندها
حاجات في الشبكيه، صحيت ما لقيت ان مش بتشوف خالص. رحت للدكتور فقال لها انت كده خلاص حصل عندك ان انفصال في الشبكيه او حاجه زي كده، مشاكل بسبب الضغط العصبي اللي حصل لك. فكانت هي منهاره جدا، وكان اهلها تعبانين جدا بسبب الحادث الصعب ده. فجوا من الدير عندنا، كانت في صوره للأنبش في مدخل الدير. فهي بتحكي بتقول لما دخلت من الباب الاولاني ودخلت الباب الثاني، فجيت اخد بركه الصوره، ما لقيتش الصوره خشب، لقيت يعني جسم مجسم طبيعي، وحسيت ان انا بلبس بلمس لحم معاق. فبتقول حسيت بقوه دخلت جوه جسمي، فانا بقيت مبسوطه وفرحانه، ودخلت فرحانه جوه الكنيسه، وبدات تصلي قدام الهيكل. بتقول ان هو طلع نور من المسبح وضرب في عينيها، ولقيت الانبا شنوده طلع وحط ايده على عينيها فتح بيت زي الفل. فانا شفت المعجزه دي بعناية وعصرت الحدث من بدايته لنهايته. طبعا كانوا فرحانين جدا على زيارته، وكان يوم بالنسبه لهم كان يوم عيد. برضو من ضمن المعجزات بتاعت الانبا شنوده رئيس التحاليل، كنت برضو كانت واحده ست كبيره في السجن، كان عندها حوالي 75 سنه، وكنت موجود في القطعية. فجت وقالت لي يا ابونا انا في معجزة عايز احكيها لك، فلا تفضلي. قالت لي انا عندي شلل رباعي من 25 سنة، ما بتحركش خالص نهائي من على السرير او كده. وطبعا هنا في الصعيد لما بيجي صوم الرسل بيطلق عليه صوم ابو شنودة، معروف عنه في الصعيد بيقولوا على هذا التسمية يعني. فهي بداية الصوم فقعدت تبكي وتقول لي أنا بشهد أني نفسي أزور ديرة، وأنا قربت أموت مش لاقي حد يوديني، وأنا مشلولة وهبقى عبء على أولادي عشان مش يحطوا فيا. وقعدت تبكي يعني. فهي بتقول بعد ما أنا خلصت المعاتبة بتاعتي للآن بشهد، فوجئت لقيته واقف فوق مني وخدني من على الكنبة وحطني على الأرض وفرد جسمي، فلقيت عظمي كله تقطع بتاع العمود الفقري بتاعي كله، ومسك إيدي وراح وقفها قال لها امشي مشي، قال لها انت بقيتي كويسه وانا عايزك تطلعي قطعيه الجبل تحكي المعجزه دي هناك. وكان هو انبا شنوده ليه مقصد ان هو يخليها تطلع الجبل وتطلع القطعيه فوق عشان تحكي المعجزه، عشان يثبت ان المعجزه دي فعلا حقيقيه، لان طلع الجبل صعب جدا على الظهر وعلى الركب وكده. فطلعت وحكت المعجزه وكانت مبسوطه جدا، وكانت حاجه جميله ومشرفه. أنا بشنو ده هقول حاجة تاني آخر حاجة يعني، الموضوع التعبين والعقارب. أنا فاكر في مرة كان حد هنا، كانت أسرة من أمريكا وزاروا الدير والكنيسة، وحد من يعني أخذوا صورة للأن بشنو ده خدوها معاهم في أمريكا. فهم يعني حطوا الصورة هنا من بره مع الجو اللي عندهم هناك والأتربة والأمطار، وقعت الصورة بيقع عليها تراب وخشب، فهم ما فكروش ان هم يشيلوا الصورة خالص. فالست بتحكي بتقول في الغروب كده وانا موجودة في البلكونة انا وبنتي، فوجئنا لقينا تعبان ضخم جدا، هي الكوبرا الحاجة الضخمة دي، وماشية من على السور بتاع الفيلا وطالع لهم على البلكونة فوق. فهم عشان يتصلوا بالبوليس كان هياخد وقت، فهي قعدت تصرخ وتقول له يا انبا شنو ده ارصد التعبان ده. بتقول فعلا لقيت التعبان بعد ما انا قلت الكلمتين دول، بدل ما هو جاي علينا على البلكونه راح رجع لف ونزل تحت، ونزل عند المكان اللي فيه الصوره بتاعت الانبا شنو ده، وجا فوق الصوره راح لف نفسه وراح نام لحد لما جاء البوليس وقبض عليه واخده. فكان انبا شنو ده استجاب للطلبه بتاعتها فكان قوي. بركه الانبا شنو ده رئيس التحرير تكون معاكم، وكل سنه وانتم طيبين.